ايه يا رجاله فينكم؟ اهو موجودين. انا بقى مشغول، يعني كنت بعدل شويه حاجات في المكنه وبفكر اعرض الجنط اللي ورا. تاخد طاجه؟ انا معايا من دي. يا انت مش كبرت على البطاطس العاديه دي؟ ازاي يعني؟ يلا بينا. خد خد طيب خد. هقول لك هتبقى في عربه وسط تايجر اكبر وسيطر.